يعني اخر الاخبار الفنيه رح نعرف. عم بيضحكوني بالكنترول انه نحن بنضلنا فاتحين سيارة لاخر ثانيه بنضل السيره شغاله. طب نحن بس سؤال يعني الشيف بتكون موجوده وهدى بتكون موجوده اربع نسوان يعني. هلا هدى صارت مبدئيا معنا لحتى تخبرنا اخر اخبار الفنانين. صباح الخير هدى. صباح الخير يا بشنين. صباح الخير رنا. صباح اشتقت اقدم معك وانا كمان كثير بس هيك ما الاشتياقات لحالها عن جد يعني اكيد عن جد بس على سيره الاحاديث عن جد انتم ما بتتخيلوا يعني من اول ما بنفوت مو بس انا كل الضيوف حتى مو بس بيكونوا موجودين من 7:30 الصبح من وقت ما نفوت يعني على باب القناه والكنترول طبعا الاحاديث اللي بتكون شغاله ونحن على الهواء بدنا نشارك ما فينا. اخباري لليوم كالعاده اهم الاشياء يلي بتصير خلال الاسبوع يلي مضى وللاسف اخباري لليوم حتبلش بالفقدان الكبير يلي حسيناه بالوسط الفني سواء كان السوري الفني المسرحي تحديدا وسواء المصري مع رحيل الفنان سمير صبري. اول خبر معي لليوم هو يلي كان مثل صدمه بالوسط الفني اللي هو رحيل الفنان مهندس الديكور محمد قزق وهو اكيد بيكون اخوه للفنان فايز قزق. بدنا نقول له الله يرحمه والعمر لك والله يصبر عائله محمد قزق اكيد لوريس بنته ووسيم الله يرحمه الله يرحمه. وعن جد كانت صدمه ولكن الفنان محمد قزق اثبت خلال كل هالمسيره انه للديكور المسرحي مهم، هو عنصر مهم جدا بالعمل المسرحي وباي عمل لازم يكون في هذا الاهتمام وفعلا عمل هي البصمه وعمل هذا الاختلاف بالمسرح السوري. الصوره يلي معانا عم نشوفها هي التعزيه يلي حب يتوجه فيها كرم الشعراني يلي هو كان زوج بنته لوريس. ليش حبيت ورجيكم هي التعزيه تحديدا؟ لانه كرم كان نظامي متجرد من كل شيء فيه مشاعر ثانيه وما في غير مشاعر الاب، مشاعر الاحترام، مشاعر الفقدان، مو طبيعي هذا البوست شو كان بين انه هو حزين جدا على فقدان ابوه للوريس وحتى وجه لهم تعزيه للوريس لوسيم. يلي حبيت بينه انه بهي اللحظات بينفى كل شيء اشاعات طلعت، يعني بعد اللي تطلقوا ولمن فترة انه هن على خلاف دائم وما في بيناتهم تواصل ومدري شو، مع انه نحن اللي بالبلد وقريبين من كرم الشعراني ومن وسيم ومن لوريس بنعرف انه لا هن انفصلوا، هن انفصلوا عن حب وعن احترام وهذا الشيء كان باين بتعزية لابوها للوريس، فالله يرحم الفنان محمد قزق وهيك ويصبر عائلته. امين مات عن عمر 63 سنة وفجأة فالكل كان عنده هي الصدمة فعلا. مو بس كرم بصراحه يلي توجه بالتعزيه، عدد كثير كبير من الفنانين كان عن جد عندهم هي الصدمه وعزوا اكيد الاستاذ فايز قزق ولوريس ووسيم، الله يرحمه هيك الدنيا. وكمان يعني بعد بيوم للاسف فقنا كمان وشفنا كلياتنا رحيل الفنان سمير صبري. كمان هذا الرحيل كان صدمه مع انه كان عم بيعاني من امراض القلب وكان خليني اقول هيك المحيط كان عنده احساس انه هو رح يروح او رح تخسره الفن. طبعا سمير صبري يطول الحديث عن الاعمال الفنيه اللي عملها ولكن امبارح هيك انا وعم بقرا توقفني خبريه اول ما بلش انه شاف العندليب عبد الحليم حافظ وراح لعنده ليحكي معه واقنعه لمده عام كامل انه هو اجنبي واسمه بيتر. وفعلا عبد الحليم قال انه هذا اكيد اجنبي ولكن بعد سنه اعترف له انه كان عم يكذب عليه وانه مو هيك الحديث او عم بيورجيه انه هو ممثل للصراحه. يلي صار بجنازه سمير صبري مثل ما كل العالم كانت حزينه بهذا الموضوع كان في مشاكل عم بتصير وهي المشاكل وصلت لنقابه الفنانين. غاده ابراهيم يلي هلا رح نشوفها سوا كانت موجوده بالجنازه وكانت تطلع بالباص يلي حيروح على الدفن ولكن مثل ما ادعت ومثل ما اساسا الفيديوهات بتثبت انه الهام شاهين وليلى علوي منعوها تفوت على الباص. فهي عملت رده فعل وصارت تحكي كثير كلام قاسي بحق الهام شاهين وليلى علوي وبحق الاشخاص يلي ركبوا بالباص لحتى يروحوا على المدفن. ومن بعد ما انتشر هذا الفيديو اللي رح نشوفه سوا قررت نقابه الفنانين خلينا نشوف هاي الصوره سوا بفصله واحالتها للتحقيق بسبب الكلام يلي قالته وابدا ما كان في عذر انها بحاله زعل وفقدان للفنان سمير صبري. بس انا ليش منعوها من انها تطلع؟ لحقلك ما فيني احكي يلي قالته، تعال نشوف شو حكت وكيف توجهت بالاساءه لالهام شاهين ولليلى علوي، خلونا نشوف هالفيديو سوا.
والانتيم في المستشفى العيني المركزه حتى مش هيودع صاحبه مش هيشوفه. الناس الكويسه بتروح سايب الليله بس الناس الوحشه اللي هيسيبوني المولدين بس حسبي الله ونعم الوكيل فيه والله انتين منهم. ليه الناس الوحشه ليه موجوده؟ ليه الناس الكويسه بس اللي بتروح؟ ربنا 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 موجود. ربنا موجود ربنا موجود. حسبي الله ونعم الوكيل. الناس الوحشه بس اللي قاعده يطارد. الناس الوحشه بس اللي قاعده ترازي فينا وتأذينا. والناس الكويسه الخيره المحترمه هي اللي يعني هذا الفيديو انتشر وبصراحة أنا جابت لكم هيك مقتطفات كتير صغيرة منه صغير يعني. مقاطع صغير ولكن هو اللي انحكى كتير كبير. ففي ناس شافت منصف جدا قرار النقابة أنه هي لازم تتعاقب لأنه هي حكت كلام كتير مسيء بشكل عام مو بس عن إلهام شاهين وليلى علوي. فالعالم ما حبت ردت هالفعل. وبرجع بعيد الجملة اللي قلتها قبل ما نشوف الفيديو، أبدا ما كان في عذر أنها بحالة زعل، هي كانت حابة تروح معهم وتشارك بدفن الفنان سمير صبري. بالأخير ما فينا غير الله يرحمه. دائما أنا وقت بتكون في هيك قصص إنه في جنازة في وفاة في حادث شيء أهم يعني. ما نروح ونشوف، ولكن للأسف الأخبار الفنية هي بتنادي لي اللي في مشاكل بيقولوا لي تعي تعي. فهذا كان أكثر مبارح خبر ترند بمصر للصراحة، والكل عم بيراقب ليشوف شو رح يصير بالفنانة غادة إبراهيم. خليني بقى اروح هيك للفرحي، بحس ما مودي زعل، ما مودي هيك حزن، ولكن الوسط الفني ابدا ما بينفصل عن الحياه اليوميه، مثل ما في اخبار سعيده وجميله، في اخبار حزينه وبتوصلنا كلياتنا. خبر الثاني هو انتشر اول الاسبوع يلي مضى، كيف نانسي عجرم احتفلت بعيد ميلادها، شفتوها بطريقه كثير مختلفه، شفتوها شيء؟ نكرت. وفعلا نزل هذا الفيديو على صفحاتها على السوشيال ميديا على انستغرام، وحطت بيروك وتغيرت وسمرت حالها وعملت هيك مثل تاتو ومشيت بالشارع. وتشوفوا بقى العالم انه هي العالم هي ولا مش هي؟ لا هي، بس الفيديو كان فعلا كثير مهضوم، ما كان في ابدا غير رياكشنات العالم كيف كانوا عم بيشبهوا لنانسي عجرم. عيد ميلادها 39 كان جدا مختلف، خلونا نشوف مقاطع من احتفالها بعيد هالميلاد وبرجع حتى اكمل لكم اخباري. يعني كل هاي خليني اقول اللعبه المسحه يلي صارت ما نفدت ناسي عجرم كمان من الجهه هيك اللي بيروحوا على الانتقادات واتهموها بالعنصريه لانه هي لونها ابيض وحطت هيك فونت غامق. يعني عملت حالة سمراء فالعالم ما نفدت، يعني حرام ما خلوها تنبسط بهذا العيد يعني ميلاد. حتى هيك ما حتى بالمزح. ما مشي الحال يعني ايه، لانه في عالم بتحسيها ليل نهار انه يا رب يعملوا شغله يلا ها يلا حتى ننتقد ايه. هن هيك قاعدين بس للانتقاد. فما نفدت ناسي عجرم ما نفدت تماما. خبر التالي هو كمان شخص كمان ابدا ما بينفد من الانتقادات، ابدا ما بينفد من الاشاعات، يلي هو الفنان عاصي الحلاني. من فترة طلعت إشاعة كتير كبيرة إنه عاصي الحلاني رافض تماماً إقامة حفلات بالصيف بلبنان، فتخيل اضطر إنه هو ينزل بيان لحتى ينفي هذا الموضوع إنه لا أبداً، وعندي مجموعة من الحفلات حتصير ضمن بيروت، وليأكد للعالم إنه أنا عم بشتغل شيء جديد لحتى أكون معاكم بحفلات جديدة. نزلنا مبارح على صفحته على انستغرام مجموعة صور من الفيديو كليب الجديد لأغنيته الجديدة اللي هي ضحكة حبيبي، باين صيف باين صيف يعني. وأساساً هو كاتب
تماما انه كليب صيفي بامتياز، وهيك يمكن عم بيحاول عاصي حلاني اثبت للعالم انه ما تصدقوا، خلوني انا دائما باكد انا بخبركم يعني. انا بخبركم، وفعلا معتمد صار له اكثر من سنتين هذا الاسلوب، شو ما عمل شيء جديد بنزل على صفحته. يعني انا اذا بدي ادور على اخبار عاصي حلاني فورا بفوت وبتاكد، ما عندي غيره مرجع، هو ما بيتاخر، بس تطلع اشاعه دغري بينفي ببيان صحفي، بس يعمل اغنيه جديده دغري بينزل، بيكون بالبيت دغري بينزل. فهو من الاشخاص والفنانين يلي هن الصف الاول يلي عم يعرفوا يستعملوا السوشيال ميديا بطريقه جيده جدا جدا جدا. نسمع شيء كثير حكيت وما جبت لكم اغاني اليوم، فنسمع شيء لعاصي حلاني. تفضلوا شباب. خبر التالي هو عن الفنان وليد توفيق. أول الشهر هذا يلي مضى انتشر بصراحة آخر لقاء له يلي عمل ضجة كتير كبيرة، ويلي هو تقريباً قال خلال هذا اللقاء أنه نوعاً ما أعلن إفلاسه بسبب البنوك ومشاكل البنوك ببيروت، ولكن هو أكد بهذا اللقاء أني أنا ما رح أوقف شغل حتى لو راحت كل مصرياتي، أنا بحب الفن ورح كمل بالفن. فنزلنا على فيديو على صفحاته على السوشيال ميديا عن تعاون جديد وأغنية جديدة اسمها مجرد سؤال، رح تنزل قريباً، وعم يرجع هيك يوقف على رجليه بعد الصدمة الكبيرة والتصريح اللي كتير قوي يلي قاله وليد توفيق أول هاد الشهر. تخيلي قديش صعبة إنه أنت جنى العمر كله راح، وكل شيء اشتغلتيه راح وضل منه هيك مبلغ كتير بسيط، بس بحس هدول الفنانين دائماً بيكونوا هيك مثل رسائل لكل اللي عم يحضرون إنه بنرجع منبلش، بنرجع منوقف، بنرجع منجمع، مانو غلط. وهذا اللي عمله أكيد وليد توفيق. فنحن ناطرين مجرد سؤال، لأن هي أكيد بالتعاون مع نزار فرانسيس أكيد هاي الأغنية حتكون مهمة مثل أغلب أغاني وليد توفيق. آخر خبر معي لليوم هو عن شيرين عبد الوهاب. ليش مهتمة بشيرين عبد الوهاب؟ لأنه عم بتحضر لألبوم جديد، ولكن قبل التحضيرات لهذا الألبوم في عندها خطة. هي الخطة العالم كلها متوقعتها وكل المتابعين للأعمال الفنية متوقعينها، يلي هي عم تهتم بإطلالتها من أول وجديد. يعني في كتير ناس هلأ بتتابع شيرين كيف كانت قبل بسنة، هلأ هي مهتمة أول شيء بالدايت ومهتمة بالرياضة، ورح ترجع تخفف هذا الوزن يلي وصلت له بسبب الأمراض النفسية يلي للأسف عانت منها بالفترة الأخيرة. مع هيك في عندها خطة جديدة لإصدار الألبوم الجديد يلي كل العالم ناطرته، وهي عم بتحاول من قلبها بعد مشكلة الانفصال عن حسام حبيب أنه ترجع للوسط الفني، وهي فعلا رجعت بحفلات مهمة جدا. وآخر شيء بدي أقوله عن شيرين عبد الوهاب، يبدو في رجعة مع حسام حبيب، يبدو في رجعة. مشلين صدقيني هاي الصدمة كثير عالم انصدمت انه معقول ترجع. يبدو ايه يبدو رح ترجع. الله انت عندك كل الاخبار. فما بعرف شو ممكن يصير، في تصالح يبدو، وهيك كانت الاخبار. لنشوف هو الوسط الفني هيك متقلب على طول على طول. على طول بالاخير هن اشخاص طبيعيين، يعني ما هم من كوكب اخر، مثلهم مثل اي شخص ثاني، ممكن يتصالحوا ويتخانقوا ويتطلقوا ويرجعوا، بس نحن هيك في تسليط للضوء عليهم اكثر. هن لهيك مشكله يا حرام، لانه كل شيء تحت الضوء مثل ما قلتي، مو بس الفني، حتى حياتهم الشخصيه. وهيك تكون خلصت اخباري لليوم، ويعني خلونا نسمع. معقول ما تكوني جايبت لنا غنيه لشيرين؟ لا جايبت لكم غنيه لشيرين وحلوه كثير، نسمع سوا؟ اكيد. فكرت بدك تقولي شيء؟ لا خلونا يلا شكرا. يعني هلا العالم بتقولوا لي انه ليش عم تجيبي مع حسام حبيب؟ طب حلوه الغنيه، هي الغنيه عن جد حابه يرجعوا لبعض بالاخر، عم نشجعهم بركي. عن جد اخر اغانيها كلها كانت بالشراكه مع حسام حبيب، وهي من اكثر الاغاني اللي انتشرت، فوالله ما قصدي شيء، يعني ما قصدي اتذكر حدا بشيء. نحن يعني ما حابين لجروحاتها، يعني ما حابين نختم معك ابدا، بس انا بدي اقول لك يعني في اغاني ما فينا نحن ما نتذكرها فعلا، بكل يمكن لحظه بتمره او شيء فصل بصير معنا نتذكر غنيه معينه. كمان في اشخاص هدى بيقولوا انه انا بتخيل اي يوم عشته بالزمان بقدر ارجع عيشه بكل تفاصيله باليوم يلي انا موجوده فيه، وقت امشي بالشارع بحس حالي كاني عم بمشي، يعني حوالي كل العالم فاقدين للذاكره بس انا متذكر، يعني اوفر ذاكره، انا من يعني اللي فاقدين الذاكره. ايوه انا الصبح ما بتذكر شو اكلت، هي الامومه، هيك بتعمل، لكن ثلاثه فقدان ذاكره. اشياء الاطفال بنتذكرها، نحن ما عاد نتذكر اشياء التفاصيل ما بقدر نتذكر، يعني في عالم بالحكي بتحسها ايه، في عالم عن جد تتذكر تفاصيل التفاصيل. يعني هلا هي من جهه يمكن تكون نعمه،
انه الواحد بيتذكر كثير تفاصيل وذكريات نجي ممكن تكون نقمه عن جد اذا ذكريات الخلافات الزوجيه تماما تذكر تفاصيل اللي هيك يعني بالتاريخ وبالساعه ورفعت ايدك اليمين يعني. 100%.